الروح القدس الاله الواحد امين. رسالة مرمى علمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح 13 بركاته فلتكن معنا امين. بس هقرا ايه من اصحاح 12 اخر ايه. ولكن جدوا للمواهب الحسنى وايضا اريكم طريقا افضل. ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او سنجان يرمي. وان كانت لي نبوءه واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلست شيئا. وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا. المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسب، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصبر كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبه لا تسقط ابدا والصبح لالهنا دائما ابديا امين. الحقيقه عايزين نتكلم عن المحبه بحسب فكر الله. في محبه بحسب فكر العالم وفي محبه بحسب فكر ابليس. الشياطين عندهم محبه بعضهم لبعض، ولو ما كانوش بيحبوا بعض كانوا انقسموا على بعض، عشان كده مملكتهم متحده. العالم ماشي بالمحبه، بيمشي العالم، لكن محبه الشياطين محبه ضيعه، محبه العالم محبه ناقصه. اما محبه الله فهي المحبه الكامله والمتكامله. واحنا لما بنيجي نتكلم عن المحبه بنتكلمها بحسب مقياس الله وليس بحسب مقياس الاحتمال البشر. ومقياس الله بيقول ان الله محبه، هو كله محبه. ولكن من يثبت صلاه في المحبه يثبت صلاه والله يثبت فيه. قبل ما ادخل المحبه اقول ان محبه العالم ود ما هوش حب، عشان كده العالم يقول على ان الله ودود من ضمن صفاته يقول لكن ودود، لكن ما قالش العالم ان الله محبه. وايه الفرق بين الود والحب؟ الود لازم يكون بين طرفين، تدي عشان تاخد، لكن المحبه بتدي دون ان تنتظر ان تعطي. فالمحبه هي عطاء دون انتظار اخذ. قبل ما ادخل في موضوعي ايضا انا ذكرت ايه اصحاح 12. اصحاح 12 بيتكلم عن التكلم بالالسنه للمواهب. وفي حاجتين ربنا اداهم، مواهب الروح وثمر الروح. مواهب الروح القدس دي اللي بتجيب انفس لربنا. كل موهبه كامله بيديها ربنا كامله نازله من عنده. من ضمن المواهب التنبؤ والوعظ والبنيان والتعليم وإقامة الموتى، شفاء المرضى، إخراج الشياطين، التكلم بألسن، كل دي اسمها إيه؟ مواهب الروح القدس. المواهب حلوة لكن ما تخلصش بصحتها. المواهب تخلص بصحتها يجيب نصر ربنا. لو جه عن طريقها يخلص مع اللي جنه، لو ما جاش عن طريقها يهلك بيها. لدرجه ان في الايام الاخيره هيجي ربنا يقول يا رب اليس باسمك تنبأني؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين؟ اليس باسمك سمعنا قوات؟ قال لهم اذهب عني انا لا اعرفكم. اذا مواهب الروح يحملها صاحب الموهبه، وممكن يحملها ما يستفدش منها. زي الكهنوت بالظبط، الكاهن حامل كهنوت، لو مشي بأمانة يستفيد من بركة الكهنوت، ولو ممشيش بأمانة يضيع. لكن الكهنوت هو هو، والمواهب ماشية ولا تتعطل بعدم أمانة حاملها.
عدم الامانه ما بتعطلش الموهبه، الموهبه تمشي، لكن عدم الامانه في ثمر الروح يعطل، لان الثمر بيبقى خارج على تفاعل الروح القدس. اما الموهبه التنبؤ، انت بتفكر ان القياس رئيس الكهنه بيقول لك ان قال ينبغي ان يموت واحد ولا تهلك الامه كلها، ويقول الكتاب انه قد قال هذا بالروح القدس اذ كان رئيس الكهنه. راح فين القياس؟ هبط وراح جهنم، لان هو اللي دبر عمليه صلب المسيح. فيبقى اذا هنا المواهب حلوه وتخدم تجيب ارض لربنا، لكن ما تفيدش صاحبها الا اذا جه زي اللي جه عن طريقها، يعني يستفيد منها. لكن ثمار الروح القدس هي دي اللي بتقوم. مواهب الروح القدس بتقوم على قوه الروح القدس. ثمار الروح القدس بتقوم على محبه الله اللي بتنسكت في القلب. عشان كده انا خط الايه الاخيره، لكن جد للمواهب. يعني احنا مش بنمنع المواهب. مش لما بنقول ان المواهب ما تخلصش ما نقولش لا، بلاش حد يخرج شياطين، بلاش حد يشفي مرضى. لا، لو ربنا ادى المزيدة نجد لها ومجدتنا الله فيها. لكن لازم نعرف ان ده عمل الله وننسب المجد كله لله. ولكن اريكم طريقا افضل. افضل منين؟ افضل من طريق المواهب. يبقى المواهب طريق معترف به في الكنيسة، لكن في افضل منه. زي في حسن وفي ايه؟ وفي احسن. في حسن وفي احسن. وقف على طريق الافضل اللي هو طريق المحبه، بس مش المحبه العالميه، لا، المحبه الالهيه. بدا بكلمه ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه. ليه لما جه يتكلم عن المحبه اتكلم عن الالسنه؟ لان اصل سهل جدا الواحد يتكلم عن المحبه باللسان، سهل جدا ان الواحد يقول اللي قدامي مثلا انا بحبك، لكن ترجمه هذه الكلمه بافعال صعبه جدا. سهل جدا ان الواحد يكسب اللي قدامه بالكلام، لكن احنا مش محتاجين بالكلام. قال له اريني ايمانك بكلامك، اما انا فباعمالي اريك ايمان، اريك المحبه الكامله المتكامله اللي في داخل. فهنا بيقول ان كنت اتكلم بالسنه الناس للملائكة. ايه هي ألسنة الناس؟ ألسنة الناس رمز للفلسفة البشرية، وكنت أكبر الفلاسفة في العالم. وألسنة الملائكة الفكر الروحي، يعني إنسان فيلسوف علني وروحاني سماوي، يعني عنده الحكمة السماوية وعنده الحكمة إيه؟ الأرضية. الحكمة الأرضية يطلق عليها ألسنة الناس، والحكمة السماوية يكتب عليه ألسنة الملائكة. فبيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، مفيش في قلب المحبة، فقد صرت حكتين. ليه؟ لأن هي بتكلم عن حاجتين، بتكلم عن الناس وبتكلم عن الملائكة، بتكلم عن الأرض وبتكلم عن إيه؟ عن السماء. ما هو الناس دول سكان الأرض، والملائكة سكان إيه؟ سكان السماء. يبقى انا لو كنت بتكلم بألسنة الناس وما عنديش محبة فقد صرت محاسن وظلم. وان كنت بتكلم بألسنة السمائيين الملائكة وما عنديش محبة فقد صرت سنجا يرمك. طب ليه خد النقطتين دول؟ احنا احيانا برضه بنقرا الكلام لكن مش بحقق الكلام، ده مش كلام فجعي أي كلام تركيزي عشان يكمل بيه، لا ده كلام كذب روح القدس. التنين، التنين ده بيطلق عليه في اللغة العربية الحاجة اللي تطن، تنين النحلة. النحلة صوت النحلة اسمه تنين، تنين النحلة. لما تروح حتة تسمع فيها تنين يعني هتعرف نفسك انك هتعمل ايه؟ هتتقرص، هتتقرص. فالنحاس له يطن، خلي بالكم هنا نحاس، ودايما النحاس يستخدم كقضاء، يستخدم كقضاء. يقول لك رجلاه كالنحاس النخل كأنه
الأتوم، لأن أكتر حاجة تحتمل النار هي إيه؟ النحاس. المذبح اللي كان بيقدم عليه المحرقات اسمه مذبح إيه؟ مذبح النحاس. مذبح النحاس. مذبح نحاس. أقدام المسيح إلا طلعنا من أتوم النار أقدام نحاس. كأنهما محميتان فئتين. تخيل انا مرة قدامه وانا بشرح الحتة دي، نفترض واحدة ست وابنها في بيت والبيت مولع نار، تقدر تدخل تطلعها والبيت مولع والاوضة مولعة والابن جوه؟ ما تقدرش. ليه؟ لو دخلت هتتحرق. مين يقدر؟ يقول سليمان او الحكيم ليه؟ من يمشي على النار ولا تكتوي رجلاه؟ من يحتضن النار ولا يكتوي صدره؟ طب ما مين اللي يقدر يمشي على النار وما تتحرقش رجليه؟ عايزين واحد رجليه تبقى ايه؟ نحاس. لا يقول لك نحاس محماه سبعة اضعاف كانهما في اتون. الاتون سبع اضعاف نار العاديه، يعني الانسان العادي لو دوس على النار يصرخ، والمسيح لو دوس على النار النار تصرخ تحت رجليه. شفتوا؟ فاكرين لما الامواج كانت تغرق الرسل وهم في السفينه؟ لما كادت الامواج ارتفعت جدا اعلى من السفينه وعايزه ايه؟ تغرق السفينه، لكن شاف يسوع جاي ايه؟ ماشي على البحر. عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم الموجه اللي هتغرقكم دي تحت رجلي. هي اعلى منكم. لكن بالنسبه ليا ده انا دايسها. وإذا كان حبيبك دايسها خايف من دي ولا أي موجة تقدر تغرقك. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ فإذا هنا في العالم محبة العالم سماها نحاس يطين، والطنين ده بتاع النحل لما بيذبح، النحلة لما تطن تطن قبل ما ترقص، تطن يعني تعمل صوت وتلدع اللدعة. لدعه النحلة صعبة جدا، تبقى عبارة عن شطة في الرجل، أصعب حاجة. وأصعب حاجة لدعه المحبة بتاعت العالم، لما واحد يكون بيحبك ويضربك مقلب، عبارة عن قرصة تخلي الإنسان يولع. يمكن لما بيجي للإنسان من واحد عدوه قرصة يرضى كله. فالمحبة الضائعة في العالم جاء المسيح وأعلنها. أعلنها على إيه؟ على خشبة الصليب. وهي نفسه في يوحنا 3، اسمع بقى كده، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والحية دي لما ربنا جه قال له اصنع لنفسك حية نحاسية محرقة، يبقى الحية كانت منين؟ من النحاس. خد الطنين كله، قدم محبة وخد قرفات شديدة. في الوقت اللي قدم له جسد ودمه قدمنا له الصليب وكليب الشوك. هو يقول يا أبتا اغفر لهم، واحنا نبهدل فيه ونموته. وهذه هي المحبة، روح للنحاس الذي طن وتألم على خشبة الصليب وشوف قد ايه قبل كل الألمات والتمس لينا الأعذار. احنا نقول له ونتريق عليه ونستهزئ وهو يقول له اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يبقى ده الحب الاولاني، عمل المسيح الذي قدمه على الارض، قدمه على الصليب في هيئه النحاس الذي يتم. فخط من الام غضب البشريه لكي ما ياخذ غضب الله عليه، لكي يبررنا وندخل به بالمحبه الى الله. الصليب ده الذي يرم. الصليب دي بتستخدم في الافراح، ولما بنقبل للنحاس الذي يتم، نقبل للمسيح في الارض ونقبل حب المسيح، السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب. والسماء هي جماعه ايه؟ الملائكه. والفرح بتاعهم عباره عن ايه؟ صليب ترم.
المحبة هي اللي تقدم لك الخلاص في الأرض وتخليك تحب الكل حتى أعدائك، وهي اللي هتقدمك فرح للسمائيين وتخلي السماء تفرح بخاطر واحد يطيب أكثر من 99. دي لو المحبة موجودة. لكن لو مش موجودة وعندك فلسفة العالم وروحانية السماء مش هتستفيد حاجة. دي الجزئية الأولى. دي الاثنين إن كانت لي نبوة وأعلن جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي إيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. يقدم المواهب. أول موهبة موهبة النبوة، وكلمة يتنبأ عشان تبقى عارفين مش يعني يتنبأ بالمستقبلات، لا، يتنبأ يعني يفسر كلمة الله، لأن في الإصحاح اللي قبل يقول لك أما التنبؤ فهو التعليم والبنيان والوعظ والتسليه. التعليم والوعظ والتسليه. لما ربنا بيكشف عن عيني عن آية وطلع محتواها ده اسمه ايه؟ تنبؤ. تنبؤ طلع معنى من جواها، اللي هو بيقول له اكشف عن عيني لأرى عجائب في شريعتك. اكشف عن عيني لأرى عجائب. كلمة ربنا لما تقراها بروح النبوة تكتشف فيها جديد، وكل يوم تطلع لك طعام وتهيأ لك أكلة وتشبع بيها. ممكن الإصحاح الواحد تقراه 1000 مرة، وفي كل مرة روح النبوة تكشف لك حاجة جديدة وتكشف لك شبع، لدرجة إن أحد الأنبياء قال لربنا، قال له لكل كمال رأيت منتهى أو رأيت حد، أما وصيتك فواسعة جدا ملهاش نهاية. كل ما تدخل في عمق الكتاب المقدس كل ما تحس انك انت ما دخلتش 2 أو 3 في قلب المحيط، وتحس انك انت جاهل، وكل ما تدخل تاخد، لان اللي كاتبه غير محدود فكلماته تدخل لاعماق غير محدوده. عشان كده بيقول ان كانت لي نبوءه. ان كانت لي نبوءه، نبوءه تفسير الكتاب. الاثنين واعلن جميع الاسرار، اعلن او احفظ. يعني اذا كنت ضليح في الكتاب المقدس ومختبر الحياه مع الله دايما، الاسرار علامه الحياه العلاقه الداخليه بين ربنا، لدرجه ان احنا حتى في الكنيسه وثائق النعمه بنسميها ايه؟ اسرار. بنسميها اسرار الكنيسه السبع. كلمه سر يعني ايه؟ يعني علاقه داخليه ما تتشافش من بره. كلمه سر علاقه داخليه، علاقه رباط، علاقه رباط. لو رحت للمختار الصحاح بتاع اللغه العربيه وتلاقي اللي بينام عليه ده اسمه فراش، اللي بينام عليه اسمه فراش، ومكتوب في المختار الصحاح الفراش اللي بينام عليه حينما ينام عليه الزوج والزوجة يطلق عليه كلمة سرير، لأن كلمة سرير لا تطلق إلا على مرجع الزوج والزوجة. دي كلمة سرير، والسرير جت من سر الأسرار، حياة سرية، علاقة داخلية، الاثنين بيبقوا مع بعض إيه؟ جسد واحد، فكر واحد، روح واحد. فكلمة أعلن جميع الأسرار يعني أحفظ، حافظ كل حاجة. تسألني في الأسرار، أحفظ في العقيدة، أحفظ في الكتاب المقدس، كمبيوتر أخذ، بس الفكر في المخ ينفخ وفكر الله في القلب يبني. إن قبلت الكلمة في مخك تقول أنا خدت معرفة جديدة، طب هتتنفخ بيه، لأن في كثرة العلم كثرة الظن، واللي يزداد معرفة يزداد حلم. عشان كده هنا بيقول أعلم جميع أسرار علم. علم اوعى تيجي من ايام تطلع من الهوا وتقول انا خدت شويه معلومات ما سمعتش عليها قبل كده وطلعت بفكر جديد، هذا فكر عقله. لا، انا ايه اللي استفدت جواي؟ ايه اللي لمسني في الكلام اللي اتقال؟ بغض النظر عن اللي اتقال كويس ولا وحش،
بغض النظر يشد ولا ما يشدش، دي ممكن الاذى ما تطلعش منها غير بآية واحدة تلمس قلبك، ولو استجبت ليها تبقى جبت الثمار المطلوبة 30 و60 و100. عشان كده هنا بيقول ان كانت لي بؤى واعلم جميع الاسرار، ومش الاسرار الالهية بس، وكل علم. ايه كلمة كل علم؟ يعني اعرف المنطقة والمنطق، واعرف التاريخ، واعرف الجغرافيا، واعرف الهندسة، واعرف الطب، وافهم في كل حاجة. يعني اعتبر جامعة. وسليمان الحكيم كان هو الجامعة. والكلام الجامعة ابن داوود سمى نفسه جامعة. عارف يعني جامعة؟ جامعة يعني تحوي جميع العلوم، جميع الكليات. لما بنقول جامعة القاهرة فيها هندسة، فيها طب، فيها حقوق، فيها آداب، فيها 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 كله. زراعة كله، تجارة كله. جامعة، هو بقى جامع. جامع من كله. لكن في كل ده قال وجدت الكل باطل. وقد الريح ولا من سعى تحت الشمس. ادغم من العلم وادغم من المعرفة. فهنا لما بيقول ان كان لي نبوءة، يعني الكتاب المقدس انا ضلع فيه، اعلم جميع الاسرار، العقائد افهمها كويس، وكل علم، كل علوم عالمية، سياسية، رياضية، طبية، هندسية، عارفة؟ وكان كمان وان كان لي الايمان. تتصوروا؟ ايمان منقل الجبال. كل الايمان حتى انقل الجبال. عندي استعداد انقل جبل زي جبل المؤقت. ما قال لي معرفة عن الخلاق. في حاجة كان اكتر من كده. والمحبة مش موجودة. يا رب شوف يقول لك ايه؟ ولكن ليس لي محبة. هنا مش قال فلا اندفع شيئا، قال فلست شيئا، معنى صفر على 10. كل ده كل ده. لا معرفتك فتك، ولا حفظك لطقوسك وعقائدك فتك، ولا علمك وفلسفتك فتك، ولا استعراضك الايماني اللي معاش بيه الجبال يفيدك. لكن ايه اللي يفيدك؟ عشان كده ربنا حطها كعلامة وحيدة. قال بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذ. الكنيسة المليانة من كل ده، من نبوءة وعلم وعقائد واسرار، وتنهي الجبال وتبني وتحمر وتكبر وتعمل كتب وتنشئ الامور بكلها. تعال اسألها، فيك يا كنيسة محبة ولا ما تقولش؟ بتحبوا بعض ولا ما بتحبوش؟ ما بتحبوش بعض وانتم نمرة واحد، يبقى صفر على 10. معقول يا رب؟ ما هو ده اللي قاله الاول ملاك، اكتب الى ملاك تمسك اكل افسس يعني محبوبك. وكنت افسس بنمرة واحد الايه وان، قالوا انك قد تركت محبتك الاولى وعارف اعمالك وتعبك وصبرك وايمانك، عارف كل ده حلو، بس المحبه تركتها. عارفين قال له ايه؟ لما كنتش تفيد اعمل ايه؟ ودحدح منارتك من مكانها. طب المناره لما تيجي تدحدحها تسد، يعني اجيبك على الارض اكسرك. ولما تعرف تعرف انت ولا حاجه، ولما تعرف انت ولا حاجه تنكسر قدامي، ابتدي اخليك حاجه من جديد. عشان كده المحبه عامل اساسي. المحبه عمود الكنيسه. المحبه وجود المسيح في مكانه. المحبه اشتعال الروح القدس في داخلنا. المحبه هي ثمر الروح الكامل. دي المحبه. الأول اتكلم عن الصمد والنحاس، بعد كده اتكلم عن النبوة والعلم والأسرار ونقل الجبال. ثلاثة شيء مين ثلاثة؟ بيتكلم بقى على الناس الخيرة اللي بتاكل. وإن أطعمت أموالي وإن كلمت جسدي حتى أحترق.
أصل الإنسان ماذا تمتلك أيها الإنسان في العالم؟ يقولك أمتلك رأس مالي وجسمي. يمكن كيف نكتر من كده؟ ولا حاجة. طب إيه رأيك؟ رأس مالك كلها تطعمه للسعر والمسكين حس أقدم للسعر وجسمك كلها ترهقه في الخدمة وعامل المحبة غير موجود. هتقول يا رب انت وعدت وقلت ان كبلت الميه البارده اجرى على المضيع وانا قدمت لك جسدي وممتلكات. قدمت لك ما تمتلك ايدي وما تمتلك ايه حياتي جسمي قدمت لدرجه ان حرقت من اجلك البدن حتى يحترق. ولكن ليس لي محبه فلا انتفع شيئا. كلمه فلا انتفع شيئا معني يعني ملهاش اجر. ملهاش اجر لانك ممكن تكون قدمت اموالك وبذلت جسدك ومقدمك غير مجد علم عشان الناس تقول فلان ده خير فلان ده بيدي الفارع المساكين وما قبل كده قلت لك لا تعرف شمالك ما تفعل يمين المحبة فكارة. تذكر المحبة في عطاياها تذكر المحبة في عطاياها تكفر. عشان كده لما بيجي يتكلم بيتكلم على هذا العمل هذا العمل الكامل. قدم اموالك ايوه قدم اموالك بس لما تقدم اموالك قدم اموالك بروح الحب وروح الحب اللي داري روح الحب ما بتحسش انك بتقدم. عشان كده في واحد يروح يقدم تقدمه للكنيسه يختلف عن واحد تاني. واحد راح يقدم يقول لك اديت لربنا واحد راح يقدم يقول لك بسدد ميل عليا. فكرة واحد يقول لك لما ميل لربنا احكي ما نديش بالميل بين اي حد تاني. لا ده انا بسدد ده انا مديون بشوشتي ده انا اللي بقدمه ده واحد على المليون من اللي خدته ومش حاضر اسد. فكان كده واحد مضمن ب10,000 جنيه ليه 7 سنين والفلوس دي فلوس عندك والشيكات في ايده ممكن يلف السنة وراح تقدم لي 1,000 جنيه بتقدمها له ازاي؟ بتقول له خد ادي 1000 جنيه عندي كده قدام الناس ما انت بتروح مكسور. تقول له استنى معلش انا اسف سامحني غصب عني بتقدم فلوسي بتقول له سامحني غصب عني اصبر عليا ما انت هي بتقدم. استنى اللي عليا كتير وليا كتير ومهما قدمت. عشان كده المحبة بتاعته مفيش حاجة تقدر تحبها. والكتاب يقول من الذي أعطاه فيكافئ؟ مين اللي يقدر يقول أنا اديت ربنا؟ أو من سار له مشيرا؟ ده في واحد يقول لك إيه يدفع عطية ربنا يقول لك خد اكتب ساعة الخير. أنت تفعل خير مع ربنا؟ مين خاف ياكل الصلاة؟ قل يا رب من مرضك اعطيناك من مرضك اعطيناك. انت جاي تدفع خير عشان تقول ربنا ما تعبتش خير معاك؟ لا اطعم اموالك ده ممكن انت تدي ده لو خد بحبه مني انت ما تستغلهاش. طب ما داود كان عايز يبني بيت بدر وربنا قال له لا مش انت اللي هتبني البيت. انت تفتكر يعني ربنا من كبر المحب يقدم ده على راي المجنون لما قال لهم ايه انت ايه اقيام الخطايا يعمل الخطايا ويجي يقول لك لا ما احنا هنجيب عجل اشتري له عجل كبير كده ويرمي له 300 كيلو لحمه وراح اقدمه في حته ذبيحه. وما دام بيقدم ذبايح وبيدفع خلاص عشان ربنا يقول له مجنون هل اقتل انا لحم الكباش الذبايح اللي بتقدمها له دي انا باكلها؟ انا تعلمون ان لي كل حيوانات الوحش يعني كل الحيوانات اللي في العالم بتحكي انا ايه بيقول لك لا ما احنا هنجيب عجل اشتري له عجل كبير كده يرمي له 300 كيلو لحمه وراح اقدمه في حته ذبيحه. ما دام بيقدم ذبايح وبيدفع خلاص عشان ربنا يقول لك مزمور هل اكل انا لحم الكباش الذبائح اللي بتقدمها له دي هم باكلها؟
أنا تعلمون أن دين كل حيوانات الوحي، يعني كل الحيوانات اللي في العالم بتحتي أنا، اللي انت بتقدم منها دي بتحتي أساسا، دي بتحتي، انت بتقدم من حقي، انت بتقدم من حقي، انت تحس بنفسك انك بتقدم حقي لانك انت فعلا خرجت من ذات وانك عريان وبترجع عريان. طبعا تبلوش ويجا بلوش، يبقى اللي موجود اللي اتوجد معاك ده هي اللي بعته لك بطريقته الخاصه بترتيبه الخاص في الوضع اللي حطك فيه، لو ما كانش حطك في الوضع ما كانش بقى ده كله معاك، فهي اللي عطاها. فانت انت بتقدم، بتقدم له من حقك مش من حقك انت، من حقك هو. عشان كده بيتكلم، اتكلم على عطايا، اتكلم عن الفكر العقلي في ألسنه الناس والملائكه، اتكلم عن الخبرة الداخلية في الأسرار والإيمان، اتكلم في العطاء والخير في الآية الأولانية فلست شيئا ولا أنتفع شيئا، يعني أنا لحاجة ولا أنتفع شيئا. في الآية الأولانية صرت محاكا وكنا أصد جمرا، في الثانية لست شيئا، في الثالثة فلا أنتفع شيئا. بعد ما قدم المقدمة ده كلها، مريخ إيه يا في المحبة؟ المحبة المحبة المحبة، ما هي صفات المحبة المفعل؟ هو اتكلم عن كل اللي تعمل المنبر ده، يعني كل خدمة الكنيسة، كل الخدمات والأنشطة الهولة من غير المحبة 0/10. طيب قول لي ما هي المحبة؟ إلا واحد، المحبة تتأنى وترفق. أول حاجة، أول حاجة المحبة تتأنى. يعني ايه تتأنى؟ يعني لا تتسرع في الحكم، ما تحكمش بحسب الظاهر. لما حد يتصرف تصرف ما تحكمش على تصرفه، شوف الدوافع اللي دفعت ليه، شوف الظروف. ما يمكن في ظروف تانية هي اللي اضطرت يعمل كده، اتأمن. لما اقترح ان غلطان ارفق بيه، يعني عامل بالرفق، اذكروا المذلين كأنكم مذلين، يا المضطهدين كأنكم مضطهدين. حط نفسك مكان الإنسان. المحبة تتأنى، يعني لما جاب المرأة التي امسكت في ذات الفعل وقدمها للرب يسوع قال لهم من ممكن بلا خطية، اهو ده التأنى. قبل ما تحكم عليها بص جوا نفسك، انت حكمت ان الست دي تترجم علشان ذنب، والكتاب بيقول من اخطأ في واحدة صار مجرما في الكل. مين فيكم مش غلطان عشان يرميها بأول حجر؟ مين فيكم يميل على الارض وابتدى الاصبع يكتب ايه؟ الوصايا العشر. مين فيكم ما كذبش؟ مين فيكم ما سرقش؟ لان لما باجي اخر وصيه اللي هي رقم 10، لا تشتهي مال غيرك. انا لا اعتقد ان في واحد في الكون ما يروحش في الحته دي. شفتش فستان بتاع واحده عجبك وتمنيت انه يكون عندك؟ صالون، انتريه، عربيه، بيت، عماره، شكل معين، اشتهيت ان حاجه دي تبقى تحتك، كنت تتمنى ان تكون انت، لا تشتهي مال غيرك. الانسان عشان محدش يقدر يوصيني قصه كده، مفيش غير واحد بس اللي مفتكر، كلنا فيها ساقطين، كلنا فيها ساقطين. عشان كده لما هنا دي نكتب من كل واحد مشي، يبقى هنا تأنى، قدام التأنى انه يحكم على نفسك قبل ما تحكم على غيرك. طيب مشي كلهم، فضلة المرأة. طيب المرأة دي يا ترى غلطانة ولا مش غلطانة؟ غلطان؟ تستحق الرجمة ولا لا؟ تستحق، لكن رفق بها. يا ان بقى اما دانت احد احد رفق الف لا، الا انا بقى الديانة، من حقي أدينك ومن حقي أرجمك، لأن أنا الوحيد اللي بلا خطية. ما هو اللي بلا خطية أضربه، أنت تستحق الموت،
بس انا اللي همد ذلك، انا اللي هاخد موتك. ترفق بها حتى اخذ خطيتها واطلقها حرة. مشي في الست تقول اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. قدامي حياته وخد موتك، قدامي حياته وخد موتك. انا كنت المفروض ابقى في عباد الموتى، هو اللي اتصلب على الصليب وبقى في عباد الموتى وانا حية. قدام الحياة قال لي ما ترجعش للخطية. المحبة تتأنى وترفق، ده من حيث الحب. طيب الكبير مع الصغير يتأنى ويرفق. طب الند للند، المحبة لا تحسد. كلمة لا تحسد يعني الحسد اللي بيتكلم عن مش العلم اللي يقول لك العند في الطفل الحجر، لا الحسد انك انت غير غيره. الحسد هي عباره عن غيره غير حسنه. حتى في نوعين من الغيره، في غيره مقبوله وغيره ايه؟ مرفوضه. الغيره المرفوضه المقبوله يقول لك حسنه، هي الغيره في ايه؟ في الحسنه. يعني لما تغير من واحده بتصلي اكثر منك بتحاول توصل لمستواها، لما بيجيب واحد بيرد مكتب منك وتحاول توصل لمستوى ده حلو؟ حسنا هي الغيره في ايه؟ في الحسن. في الروحيات غير من الدرجات العاليه. حسن وصلهم، حاول توصل لمستواها. لكن في الماديات غيره مرفوضه، ولذلك اسمه حسد. عارفين اخوه يوسف يقول لك يا حسد الاباء في سفر اعمال الرسل، يوسف تبعوه عبدا. يعني حتى المحسن يدبروا له مقلب. قايين لما حسد هابيل قتله وضربه. عشان كده هنا بيقول لك المحبه لا تحسد، ما تحسدش. الاخوات مع بعض اللي احسن منك ما تحسدوش. طب اللي اقل منك ما تتفخرش عليه. عشان كده حتى المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر. تتفاخر يعني ايه؟ يعني مثلا احنا اتنين اخوات، بنتين طالعين من بيت واحد، او ولدين طالعين من بيت واحد، ولد ربنا فتح عليه غني والتاني حياته على قده، لا الفقير يحسد اخوه الغني ولا الغني يتفاخر على اخوه الفقير وينتفخ عليه ينتفخ عليه. ما تنفخش، ما تقولش يا اخوي ما اصل اخويا ده كسلان، انا بقى بشغل المخ وبشغل بخطط وبعمل عشان كده قدرت اوصل، هو مش عايز يوصل ولا عايز يعمل. لا مش بالشطاره ده، رزق بعت ربنا. ما تتعلاش عليه. يبقى لما بيجي يتكلم بيقول لك المحبه لا تحسد، يعني لا تغير يحسد اللي احسن منه وانا الحلو يفتخر على اللي اقل منه. ولا ينتفخ عليه، خلي بالك منها، ولا تنتفخ. بس حتى اتنين انا بشرحها حاجتين. الفقير بالنسبه للغني يعمل ايه؟ يحسده. طب لما يحسده يقبح عليه. كلمه يقبح يعني ايه؟ يعني يتكلم عليه يوصفه بكل وصفات وحشه، شبه صورته. التقبيح يعني خلي صورة مشوهة، عارف لما يقول لك قبيح بالمرأة أن تتكلم في الكنيسة، يعني صورة مش نظيفة مشوهة. وكلمة جت منها كلمة القبح، القبح يعني إيه؟ الشكل الوحش. الصغير يشوف الغني يحسده يشوه صورته. الغني يبص للفقير، واخدين بالكم؟ يتفاخر وينتصر عليه. عشان كده حتى ينتفخ ويقبح الاثنين مع بعض. مين تفخ عليه؟ يقول انت مين؟ اشتكي انت جنبه، انت خسارة بيتك. هذا اللي ينتفخ. واختك ينتفخ عليه. انت تراب وانا تراب. انت جاي عريان وانا جاي عريان. انت امتلكت وانا ما امتلكتش. يا هنرجع. عشان كده لما جه يتكلم يعقوب يوضح الحته دي بين الغني
قال الأخ الفقير يفتخر بارتفاعه، أما الغني فبالتضاعف. يعني الأخ الفقير ما قالش الأخ الغني على فكرة، لما جه يتكلم عن الفقير قال الأخ من أخوة الرب. الأخ الفقير يفتخر بارتفاعه، يعني بارتفاعه يعني يفتخر بالسماويات اللي هي السماء. يعني لما يجي الشيطان يقول لك انت ما خدتش حاجه من الدنيا، انت نصيبك اقل واحد، الجماليه اسف كان هناك. ده راح يقدم لي مكان. يكفي انا ليا المسيح. ده معه فوق الارض لا يريد شيئا. يكفي ان انا باخد جسد ودم. يكفي ان ليا الحياه الابديه. ده انا احسن من ملك، ده انا ملك ابن ملك. يبقى الفقير افتخر بايه؟ بارتفاعه. اما الغني بارتفاعه. يعني ايه الغني افتخر يفتخر بارتفاعه؟ يعني يقول انا عريان خرجت عريان هرجع، انا كل اللي همك يا سيدي، انا الماده دي مش هتحميني من اي حاجه ولا تحميني. ده قال لي شويه مرض طايره صغير ممكن يقضي عليا ويسيب كل اللي عملته وانتهي. عشان كده حط باسم الله، عشان كده حط قال المحبه تتأنى وتلفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقدح، ولا تطلب ما لنفسها. دخل في نقطة جديدة. يعني المحبة لا تطلب ما لنفسها، يعني مش حاطة احتياجاتها نمرة واحد، بتدور على حاجة الآخرين نمرة واحد، وحاجتها هي نمرة اثنين. بيفكر في غيره قبل ما يفكر في نفسه. والحتة دي في قصة في بستان الربانية. أبو النقار ظن إن بعبادته وتسبيحه ومسكه وصل إلى أعلى درجة الحلم. عارفين ظهر لملاك قال له إيه؟ أنت ما حصلتش اثنين ستات سلايف عايشين مع بعض في بيت واحد في اسكندرية. وخد وراه الاثنين السلايف دول مخلفين طفلين. الواحدة تردع طفل أختها سلفتها قبل ما تردع طفلها. ما بتفكرش فيما لنفسها، فيما للغير. وأظن في قصة مرة حكيتها لكم، كان واحد حلم بيها وكتبها، إن واحد جاله ملاك وقال له تعالى وريك بيت السمائيين وبيت الجحيم. فبيقول خدني دخلني هول كبير مكتوب عليه بيت الجحيم، وفي سفرة فيها جميع أنواع الأكل من كل ما تشتهيه العين، وكل واحد ماسك شوكة، واليد إيد الشوكة طولها 5 متر، ويقفين هيموت من الجوع، ونشفين ومعتعفين، وبيبص الاكل بيعيط، فبيقولوا في ايه؟ طب ما تاكله. قالوا له حتى انك هنا اشترط علينا اننا ما ناكلش بايدنا، لازم ناكل بالشوكه ولازم نمسك الشوكه من طرفها. والشوكه ايه طولها 5 متر؟ ولينا سنين نحاول نحط الشوكه عشان نعرفها لبقنا يكون الاكل وقع، ومش ممكن شوكه ايه 5 متر توصل للبق. فراح سحب من ايد الملاك قال له تعالى وريني بيت السمائيين. فبيقول دخلت في نفس الهول، هول شبيه دي بالظبط، ونفس السفر عليها جميع الاكل، وفي ناس حواليها صحتهم حلوه وشبعانين ماكلين، بس ماكلين الشوكه في ايدهم. فبس لهم قال لهم لازم انتوا سامحوا ليكم انكم تاكلوا بايدكم. قالوا لا، قالوا ما لازم تاكلوا بالشوكه، بس احنا فكرنا ما دام ناكل بالشوكة فكل واحد فينا يرمي في الشوكة ويأكلها لأخوه اللي قدامه. فأنا أكلت أخويا وأخويا أكلني. لكن أهل الهلاك هو يفكر إزاي يأكل نفسه، مش إزاي يوصل إن إحنا ناكل، إزاي أنا آكل؟ داخل بغيري أنا وبعض الطوفان. قصة خيالية لكن تبين المعنى الروح العميق. لا تطلب مال نفسها. ما تدورش إلا عن نفسها. ليه؟ لأن هي شرب عن نفسها. هي من ساعة ما جه ربنا أنكر ذاته. شديد المسيح، المسيح هي الله والله محبة، ما فكرش في نفسه. لما جاع بعد 40 يوم عمل معجزة يأكل نفسه من الحجارة. جه الشيطان قال له كل الحجارة أن تصير خبزا وكل، ده أنت في البرية 40 يوم ولا لقمة في بطنك، كل أنت خبز الطريق. ما رضيش يسمع معجزة. قال ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لكن لما لقى الشعب الدماء في البرية وقعد يسمعوا هذا كم يوم؟ 3 أيام.
ليه التلاميذ بيقول له اترك الجامعة؟ قال لهم لا، يخوره في الطريق اديهم انت ياكلوا. قال لا، ده صعبان عليك الناس اللي لهم ثلاث ايام جعانين عايز تاكلهم، ما صعبتش عليك نفسك اللي لها 40 يوم، اللي لهم ثلاث ايام فايزين عملت معجزه واكلتهم من خمس خبزات وسمكتين، وانت اللي ليك 40 يوم ما رضيتش تعمل حتى لقمه عيش تاكلها لغايه ما تنزل اورشليم ولا تنزل الناصره. لا تطلب ما لنفسها. يا سادة كل اللي بكلمة بيعمل ايه؟ خلي بالك كل كلمة فيبرأ ظلامه، كل كلمة. يا ترى طلبت الليل البرد القارب ده ما كانش يطلع هو بتعش وبيتكتك على اثنين البق ويقول كلمة فليكن حر، هيكون حر ليكن دفء فيكون دفء، ده لا طلعت من بقه. ما قدرتش تقول لي ياكل بيت على الجبل اعيش فيه فكان بيت، ولا حاجه تطلبها، ولا حاجه، ولا حاجه طلبها، ليس له اين يسند راسه. عشان كده هنا يقول لك المحبه لا تطلب ما لنفسها ولا تحتد، ولا تحتج، يعني تتكلم بصوت عالي تتنرفز. مالك نفسه خير من مالك مدينة. انضرب بالقلم على وشه وبكل هدوء قال للعبد اللي ضربه: إن كنت فعلت رديئا فاشهد على رديء، وإن حسنا فلما قتلتني. لم يحتج، لم يحتج. لما دنيا أحبائي بلاقص وقال لي: ألا تعلم أن لي سلطان أن أصيبك ولي سلطان أن أطلقك؟ كان ممكن يقول لي: اسكت اقف عند حدك، أنت عارف بتكلم مين؟ ده أنا ممكن بكلمة أمسحك. لا، بكل هدوء قال لي: لم يكن لك علي سلطان بتة ما لم تعتني فيه. ياخد حقك بس بدون احتجاج. أنا ما بقولكش ما تطالبش بحقك، طالب بحقك. أنا بقول لك أهو الحق اللي طلب بيه يسوع. لما جه يسألوه: قول لي ما التعليم بتاعتك ايه؟ بكل هدوء قال لهم: لم اتكلم في الخفاء، تكلمت وعلمت في المجامع وفي الشوارع وامام الجميع، اسأل الذين سمعوني. بدافع اي دافع بدون ان يحتج. المحبه لا تحتج. اذن ولا تظن السوء، ما عندهاش نية السوء، ما تظنش السوء، دي محبة. مش تظن حتى اللي تعمل معاه خير، اتاك شر من احكمت اليه، لا، هي لا تظن السوء. يقول لك: ان يظن في السوء عبيط وبيضحك عليه واهبل، مش من هبيل براح السنه، لكن الواعي القيوم هو ده اللي باع. وتفتكر: طب ما هيضحك عليه، ممكن يضحك عليه، ممكن، بس الرب دي اول الكل للخير. حتى لما ما تظلمش السوء وتتظلم، ربنا بيحول الظلم للبركه. لما ابراهيم قال لبيوت: اللي واجبك في الارض يا حبيبي خده، للذكي بس كده في الارض، لا ارض صدمه عمر ارض ايه؟ خضره، ولا اورشليم كلها جبل، فطبعا جبل عادي. فقال له: ناخد بيه عني. قال له: حاضر وانا اخده. ما شفت عليك يا اخويا، ربيتك واطمعت فيا، خدت احسن ارض، وفي كل الارض اللي ما تساويش ثلاثه بعريضه ابدا. هو افتكر نفسه واحد ليه؟ طب روح القدس شوف ارض روت، شوف السلوم عامله شكلها ايه؟ خراب لغد الوقت. رماد الم يرمد الله سلوم عامله؟ لا تتزرع ولا تفتح فيها حاجه. ادي ارض سلوم عامله. طب اورشليم اللي كانت جبل اهو بيتخانع عليها العالم كله. خنانات عليه لان احسن دوله في العالم القدس. والعرب يقولوا دي عاصمتنا، الاسرائيليين يقولوا دي عاصمتنا،
انت تفتكر لما ما تزنش السوق؟ لا، اهل العالم يزن السوق في كل واحد، كل شيء طاهر للطهرين. المحبة لا تزن السوق ولا تقرح بالإثم. إيش اللي تقرح بالإثم؟ يعني مثلا انت واحد اما نقول له يخدعك، ما مين يفكر حاسنا عدم ظن السوق استغل هو خدعك. بعد ما خدعك هو كذب، بس الكذب ده مش هيكون سبب بركة، هيكون سبب دمار ليه. لما يحسب الدمار ليه ما تفرحش فيه ولا تفرح بالإثم، يعني ما تشمكش فيه. شوف يعني نفس إبراهيم يقول شوف عشان ليه المخيل اللي حصل ده يستاهل؟ أبدا. ده إبراهيم اللي قعد في حتة الجبل أول ما عرف إن الأعداء خدوا ملك سبيل عمور وخدوا بيت، عمل إيه؟ جري وراح يدافع عن المخيل. طب ما تسيبه يستاهل اللي حصل له عشان يعرف الطمع، يعني في هياخد درس. الله ده المخيل وراح حارب ورجع كل الممتلكات. عشان كده لا تفرح بالإثم، يعني ما تشمتش في بيتك حتى لو ظلمك. الاستسلام ده انا كانت ميزة معاه بيضة وخدعني خليعة، وبعد ما خدعني اهو خد فوق دماغي، حتى كلمة خد فوق دماغه ده فرح بيه بالإثم. صليله ده اخوك جزئيا من الجسد. خلصنا اللايات. طيب اللايات يعني ايه؟ يعني السلبيات، المحبة في سلبياتها. طيب المحبة في ايجابياتها؟ الآية الإيجابية المحبة تفرح بالحق، بل الآية قال لا 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 بل تفرح بالحق. وأول حق يفرح المحبة هو الله، أنا هو القيامة وإيه؟ بالحق. كلامك هو حق، أنت بتفرح بالإنجيل، كل كلمة في الإنجيل حق، وكل كلمة في العالم باطل. أنا قلت في شدة شراكي إن كل الناس كذابين، ولكن كل إنسان كذاب والله يحضر غير السابق. تفرح بالحق، ولك تعرفين الحق، فالحق يحرركم. فأنا أنت بتفرح بالحق، بالحق اللي تفرح به. الإنجيل حق، هل بتفرح أنت تقرأ الإنجيل؟ الصلاة في حق، أول ما تصلي إلى الحق الحق أقول لكم. التناول جسدي نأكل حق، ودمي نشرب حق، دفع بالتناول لأنه حق. وكلمة حق عكسها باطل، باطل يعني زائل، وحق يعني سارق، أليسية يعني سارق، لا يتغير. الإنجيل مش هيتغير، السماء والأرض تزلان، لكن الوحيد اللي مش هيتغير هو الكتاب اللي بين إيدينا. الاكل كله هيفسد، اي اكل بتاكله، تاكل رمي، تاكل كباب، تاكل مش عارف ايه، احلى انواع الاكل اكله ايه؟ فاسد. الطعام للجوف والجوف مش عارف ايه، الطعام للبطن والبطن، الطعام للجوف والجوف للطعام، ولا انت تقول ايه؟ هذا وتلك. الاطعام للجوف، ولا انت تقول هذا وتلك. ده طعام بائد، لكن الطعام الباقي الذي للحياه الابديه، هل انت بتفرح بالحق؟ مين اللي كان بيفرح بالحق؟ دايوب فرحت بالقائل لي الى بيت الرب الهنا نلحق. فهنا لما بيقول له ايه؟ بيقول له تفرح بالحق وتحتمل كل شيء. صعبه دي، في المسيح تقدر زي ما هو اتحمل. اذا عشت المسيح هتتحمل كل شيء. العالم يقول لك للصبر حدود، لكن في المسيح من يصبر الى المنتهى فهذا يحق. ملهاش حدود، تحتمل كل شيء. ليه كمان؟ يتصدق كل شيء حتى الكذب. ايه رايك ان المحبه تصدقت الكذب هتحول الصدق؟ حصلت ولا ما حصلتش؟ من جماعه بيقولوا للانبا ابراهام بتاع الفيوم اخونا عيان ومات واحنا الغير عايزين نكتمه، كذابين ولا مش كذابين؟ كذابين. قالوا ناخد منه قرشين. قالوا مات؟ قالوا لا. يكفيكم كام؟
100 جنيه اتفضل، قال 100 جنيه ولا 50 جنيه بريقك عشان تكفنه. الكيس بتحول الى ايه؟ الى صدق. ايه الفلوس اللي بتعطيتك فيه؟ هي صدق، المحبه تصدق كل شيء. اذا صدقت المحبه الكذب تتحول الكذب الى صدق. ما تخافوش، تصدق كل شيء وترجو كل شيء. يعني ايه كل شيء؟ اصل احنا هنا في الارض كل اللي بنرجوه في الارض ناقص، لكن اللي بنرجوه في السماء ده كل شيء. عشان كده احنا بنرجو السماويات، ده اللي بنرجوه. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات. احنا مش نرجو ان يكون لنا عصر ولا 1000 فدان ولا 1000000 فدان. الكره الارضيه عباره عن دايره، لو حطيتها في القلب اللي عامل زي المثلث هيبقى فيه فراغات، لكن لما تمتلك المثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس هتكسب الشبع الكامل. ترجو ايه؟ كل شيء وتصبر على كل شيء. عشان اللي ترجوه تصلي يبقى تصبر تحتمل، تقول ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد الذي يستعلن فينا. نختم كلامنا بان المحبه لا تسقط ابدا. المحبه دي عمرها ما تسقط، هي لا تستمر. ايه رايكم في الايمان والرجاء والمحبه؟ الايمان هينتهي. تقول ازاي الايمان ينتهي؟ اصل اول ما نوصل هناك هنبقى شايفين ربنا بايه؟ بالعيان، فمش محتاجين للايمان. لان الايمان ثقه بالامور زي الامور بالايمان بالامور الغير لا ترى للي ما نشوفوش. والرجاء ما دام نصلي نبقى وصلنا لوالده، فالايمان للنهايه والرجاء للنهايه. اما المحبه فهو الله، نحيا الله، نشبع به، نتمتع به الى الابد، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. امين.